السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد سامي من موقع english2fun.com. النهاردة معادنا مع الحلقة الثالثة في شرح منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي. طبعا بتكلم عن المنهج الجديد 2019. النهاردة إن شاء الله المفروض إن احنا هنحل على القواعد يونت 1 اللي درسناها بالتفصيل في الحلقتين اللي فاتوا. هنحل النهاردة على القواعد جملة جملة عشان نطبق، وانا اخترت لكم ان احنا نحل من كتاب رائع اسمه كتاب جاينتس، كتاب العمالقة، وهو كتاب رائع جدا، كتاب اثبت وجوده بالفعل في السنتين اللي فاتوا خاصة في المراجعة. كتاب فيه افكار حلوة وشيقة ومتنوعة، عشان كده هنحل منه النهاردة ان شاء الله. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. هنحل مع بعض جمل تشوز. اول جملة عندي بتقول نسمة first met her best friend when she not at primary school، يعني نسمة اول مرة قابلت فيها صديقتها المفضلة لما كانت في المدرسة الابتدائية. طبعا كلمة first هنا مش معناها الاول، ولكن معناها اول مرة، يعني الترجمة هتبقى نسمة قابلت صديقتها الاول مرة. ماشي؟ طيب نركز كده مع بعض في الجملة. الجملة باين خالص انها ماضي بسيط، لان في عندي كلمة met زي ما حضراتكم شايفين. نبص بقى في الاختيارات، عندي has been was being was و is. طيب اولا هنستبعد اي حاجة مضارع، لان الجملة كلها في الماضي، يعني الجملة كلها ماضي، يبقى اي حاجة مضارع غلط. has been مضارع، is مضارع، بقى عندي was was being. طيب كنا قلنا في الحلقة التانية ان ممنوع verb to be يتحط في الاستمرار، وكان معاها كلمة seemy اللي هي يبدو، ما بتتحطش في الاستمرار، يبقى مش هينفع اقول was being، لان قلنا verb to be ما بتتحطش في الاستمرار، يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى was، هي دي الاجابة الصح. نشوف الجملة التانية، بيقول what not at midday yesterday، انت كنت بتعمل ايه عند الظهيرة امس. كلمة at midday يعني عند الظهيرة، at midday عند الظهيرة، midday يعني الظهيرة، وبتاخد حرف الجر at، ناخد بالنا. الاختيارات عندي are you doing ولا were you doing ولا you were doing ولا have you done. اعتقد ان انا شرحت الجزئية دي بالتفصيل في الحلقات السابقة، وقلت كنت بتعمل ايه دي حدث طويل، يعني انت كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك، كنت بتعمل ايه عند الظهيرة، يعني المثال واضح جدا ان هو حدث طويل. حدث الطويل قلنا في الحلقات السابقة انه بياخد ماضي مستمر، يعني الاجابة هتكون يا اما were you doing يا اما you were doing. طيب بما ان الجملة سؤال مش هينفع اقول you were doing، لان انا عندي سؤال دايما الفعل قبل الفاعل، عشان كده هختار where you doing. طيب نشوف الجملة الثالثة، كمال not an English person before he met my friend Jack. كمال ما قابلش اي شخص انجليزي قبل ان يقابل جاك. طيب ما قابلش شخص انجليزي قبل ان يقابل جاك، ها هو ما قابلش شخص الاول وبعدين قابل جاك، يعني حدثين، الحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط زي ما شرحنا في الحلقات السابقة. الحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط. بما ان الاختيارات هنا عند الحدث الاول يبقى الاجابة ماضي تام. نبص مع بعض في الاختيارات، didn't meet ماضي بسيط، hasn't met مضارع تام، won't meet مستقبل، hadn't met ماضي تام، هي دي الاجابة الصحيحة. نشوف الجملة اللي بعدها، بتقول before there was a bus to her village، قبل ان يكون هناك اتوبيس للقرية. منى and her brother، منى واخوها، to school، كانوا بيروحوا المدرسة ماشي. طيب تعالوا كده بقى ايه نفكر كده مع بعض، هو الحدث الاول ان منى واخوها كانوا بيروحوا المدرسة ماشي، الحدث الثاني ان بقى في اتوبيس للقرية، تمام؟ يعني الحدث الاول ان هما كانوا بيروحوا المدرسة ماشي، وبعدين ربنا كرمهم وبقى في اتوبيس بيروح القرية، وبالتالي الاختيارات هنا عند الحدث الاول
واحنا لسه قايلين من شوية الحدث الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط، يبقى هبص في الاختيارات على الماضي التام، يبقى الاجابة هتبقى had always booked. الجملة رقم 5، when we saw the hotel، لما شفنا الفندق، we know that it was a great place for a holiday، عرفنا انه مكان رائع من اجل الاجازة. لما شفنا الفندق احنا عرفنا انه مكان رائع. طيب نركز كده مع بعض، ها، هما شافوا الفندق الاول وبعدين عرفوا انه هو مكان حلو، يعني اكتشفوا انه هو مكان حلو، شافوا الفندق الاول وبعدين اكتشفوا انه هو مكان حلو. الحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط، واحنا قلنا في الحلقات السابقة ان عادي ممكن الحدث الاول ماضي بسيط مش غلط، يعني ممكن الاولاني يبقى تام او بسيط والحدث الثاني لازم يبقى بسيط. طيب اللعبة هنا عندي في الحدث الثاني، يعني الاختيارات هنا في الحدث الثاني مش الاول، ماليش دعوة بالاولاني، تمام؟ الاختيارات هنا عند الحدث الثاني اللي هو عرف ان الفندق ده مكان حلو للاجازة. طيب بما ان الاختيارات عند الحدث الثاني يبقى اختار ماضي بسيط، الاجابة الصحيحة new. طبعا we're knowing ماضي مستمر وما تنفعش لان فيرب نو ما بيتحطش في الاستمرار، عامل بالظبط كده زي فعل سيم يبدو وزي فيرب تو بي ما بيتحطش في الاستمرار. had نون ماضي تام مش هتنفع، have نون مضارع تام مش هتنفع، new ماضي بسيط الاختيار الوحيد الصح هنا هو الماضي البسيط، الاجابة new. ماشي؟ طيب نشوف الجملة رقم 6، the writer الكاتب wrote his first story، كتب أول قصة لي when he not at university، لما كان في الجامعة. الكاتب كتب أول قصة لي لما كان في الجامعة. طيب هي الجملة سرد أحداث، وإحنا قلنا في الحلقات السابقة إن سرد الأحداث بياخد ماضي بسيط، عشان كده الإجابة was. على فكرة يا جماعة هي بتتنطق ووز او واز، يعني الاتنين صح، مكون ووز او واز الاتنين صح. ماشي؟ طيب اللي عايز يراجع على سرد الاحداث ياريت يروح للحلقة الاولى، هيلاقي فيها شرح بالتفصيل لسرد الاحداث وامتى بنستخدمه. لما كان في الجامعة كتب اول قصة قصيرة لي، ده سرد احداث، حقيقة في الماضي يبقى ماضي بسيط. نشوف الجملة رقم 7، بتقول دينا نقط the test when the teacher told them to stop، دينا ما كانتش خلصت الامتحان لما المدرس قال لهم خلاص الوقت خلص. هي طبعا هنا الجملة بتحكي عن موقف ان دينا كانت بتمتحن وبعدين المراقب اللي كان عليها، المدرس اللي كان بيراقب عليها، قال لهم خلاص يا جماعة الوقت خلص، وقفوا حل يلا عشان الوقت خلص. طيب بيقول ان الدينا ما كانتش خلصت الحل بتاعت الامتحان ساعة لما المدرس طلب منهم ان هم يتوقفوا، يعني تمام. طيب اولا الاختيارات سهلة جدا، يعني لو بصينا كده في الجملة hasn't finished مضارع تام، hadn't finished ماضي تام، not finishing مضارع مستمر، ده لو كان في am with or are يعني هي استمرار لكن مفيش am with or are، haven't finished مضارع تام برضو. طيب يعني لو ركزنا شوية كده مش هنلاقي ولا اختيار ينفع اصلا غير hadn't finished، لان كل الاختيارات مضارع ما عدا ايه hadn't finished، والجملة اصلا في الماضي، يبقى الاجابة الصحيحة ايه؟ الاجابة الصحيحة hadn't finished هي الاختيار الوحيد اللي في الماضي عندي في الاختيارات، كل الاختيارات عندي مضارع ما عدا hadn't finished، يبقى هي دي الاجابة الصح. طب واحد يقول لي انت عرفت منين ان الجملة ماضي؟ يعني تمام اهي عندي كلمة told، the teacher told ماضي، told الماضي من tell، يعني الجملة كلها اصلا ماضي، يبقى ما فيش في الاختيارات حاجة تنفع غير الماضي hadn't finished. نشوف الجملة رقم 8، بتقول the car not fast when it hit the tree، يعني العربية كانت بتتحرك بسرعة لما خبطت في الشجرة. طيب هنا عندي حدث قاطع ومقطوع، يعني السيارة كانت بتتحرك بسرعة وبعدين خبطت في شجرة، ها القاطع انها خبطت في شجرة والمقطوع انها كانت بتتحرك بسرعة. طيب احنا قلنا في الحلقة الاولى، ها قلنا ان الحدث القاطع بيكون ماضي بسيط، هو عملولي ماضي بسيط فعلا اهوت هيت، ماشي، والحدث المقطوع ان هي العربية كانت بتتحرك بسرعة
ده ماضي مستمر، يبقى خلاص كده الجملة اتحلت، ماضي مستمر يبقى الإجابة was moving، هي دي الإجابة الصحيحة. نشوف الجملة رقم 9 بتقول the police know، البوليس يعرف. نلاحظ يا جماعة ان كلمة الشرطة اسمها police وليس police، يعني محدش ينطقها بسرعة كده police، لا غلط، هي police. الشرطة تعرف what the thief نقط اللي كان بيعمله اللص at 8 o'clock last night، الساعة 8 ليلة امبارح. الشرطة عارفة اللص كان بيعمل ايه. طيب اللص كان بيعمل حاجة الساعة 8، هو طبعا يعني الساعة 8 دي يعني هو كان بيعمل الحاجة، يعني الحاجة دي بدأت قبل 8 واكيد خلصت بعد 8، الساعة 8 هو كان بيعملها يعني ما كانتش لسه خلصت، يعني معنى كده ان الحاجة اللي كان بيعملها اللص دي حاجة طويلة، حدث طويل. ها الشرطة عارفة اللص كان بيعمل ايه، كان بيعمل ايه، حدث طويل. ها احنا قلنا ان الحدث الطويل بياخد ماضي مستمر، يبقى الاجابة الصحيحة ايه، was doing. تمام نشوف الجملة اللي بعدها، بيقول the tourists السياح walking until they had reached the top of the mountain، ما توقفوش عن المشي الا بعد ما وصلوا قمة الجبل. طيب سهلة قوي على فكرة، يعني احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت ان عادة كلمة tell و until بيجي قبلهم didn't والمصدر، وبيجي بعدهم ماضي تام او ماضي بسيط. طيب هنبص كده في الاختيارات، didn't stop. نشوف الجملة رقم 11، وهي جملة فيها فكرة جميلة جدا، تعالوا نناقشها مع بعض. بتقول I knocked the office until I had checked that all the doors were locked. قد يبدو للوهلة الأولى أنها شبه الجملة اللي قبلها، لكن الجملة دي فيها خدعة هنشوفها دلوقتي مع بعض. وعلى فكرة الجملة دي من كتاب ورك بوك النسخة الجديدة طبعا 2019. بيقول إيه، أنا ما بغادرش المكتب إلا ما بتأكد إن كل الأبواب مغلقة. هي كلمة locked يعني مغلق، وبتيجي أحيانا بمعنى محبوس، كلمة locked بتيجي بمعنى مغلق أو محبوس. بما إني بتكلم هنا عن الأبواب بتاعت المكتب يبقى هي معناها هنا مغلق. طيب إحنا قلنا القاعدة didn't والمصدر وبعدين till وuntil وبعدين ماضي تام. طيب دلوقتي الاختيارات جاية قبل until ومفيش didn't والمصدر في الاختيارات. لو بصينا اهوت هنلاقي won't leave، wouldn't leave، hadn't left، wasn't left. طيب مفيش didn't والمصدر، طب نعمل ايه بقى؟ عموما هي الاجابة الصحيحة هتكون wouldn't leave، والسبب ان انا ممكن استخدم wouldn't والمصدر فهي تعبر عن عادة في الماضي، يعني wouldn't والمصدر ممكن تعبر عن عادة في الماضي، وبالتالي ممكن تحل محل didn't والمصدر. يبقى نعرف بقى المعلومة الإضافية دي، إن ممكن بدل didn't والمصدر ممكن أستخدم wouldn't والمصدر. هيبقى في فرق طفيف في المعنى، يعني لو استخدمنا didn't والمصدر هتبقى الجملة معناها إيه؟ فاهم؟ أنا ما غادرتش المكتب إلا لما اتأكدت إن كل الأبواب مغلقة. طبعا هو هنا بيتكلم عن موقف معين، لكن لما اقول I wouldn't leave the office until I had checked that all the doors were locked، لو استخدمت wouldn't والمصدر يبقى دي عادة عنده على طول. ها هو دايما ما بيخرجش من المكتب غير لما بيقفل الابواب، يبقى مع didn't والمصدر احنا بنتكلم عن موقف في الماضي، مع wouldn't والمصدر تبقى كأنها عادة في الايه، في الماضي. ملخص الكلام ان wouldn't والمصدر ممكن تحل محل didn't والمصدر، ماشي، وتبقى هنا تعبير عن عادة. الجملة دي مهمة جدا، عشان كده ركزت عليها في الشرح لانها وردت في كتاب ورك بوك. يبقى الاجابة كمان مرة هتبقى wouldn't والمصدر الاجابة wouldn't leave. الجملة رقم 12 بتقول جومانا نقط animals but now she loves them. جومانا ما كانتش بتحب الحيوانات ولكن هي دلوقتي بتحبها. انا شرحت لكم قبل كده ان used to المصدر معناها اعتاد ان. طيب لما اقول didn't use to تبقى معناها لم يكن معتادا. طيب انا عايز اقول هي ما كانتش متعودة انها بتحب الحيوانات ولكن دلوقتي بتحبها، يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى didn't use to like. نلاحظ حاجة يا جماعة، ان use to اعتاد ان،
didn't use to لم يعتد أن. ونلاحظ إن لما نحط didn't بنرجع used للمصدر، نقول use بس ماشي، used بتتحول لإيه؟ لuse ماشي. طيب الجملة رقم 13 بيقول my cousin ابن عمي أو بنت عمي، كلمة cousin يعني ابن العم أو بنت العم، phoned me yesterday اتصل بي امبارح، while I not my mother in the kitchen بينما كنت أساعد ماما في المطبخ. طيب نركز كده مع بعض. أنا عندي هنا حدث قاطع ومقطوع، أنا كنت بساعد ماما ده حدث مقطوع، وابن عمي اتصل بيا ده حدث قاطع. الحدث المقطوع بيبقى ماضي مستمر، والحدث القاطع بيكون ماضي بسيط. هو عامل لي الحدث القاطع ماضي بسيط زي ما حضراتكم شايفين، فوند مي ماضي بسيط حدث قاطع. المفروض بقى ان انا كنت بساعد ماما ده حدث مقطوع ماضي مستمر. نبص بقى في الاختيارات هنلاقي ماضي مستمر اول اختيار اللي هو ايه؟ was helping. نشوف الجملة رقم 14 بتقول I not the newspaper every day، كنت متعود اقرأ الجريدة كل يوم. Now I don't have the time، دلوقتي ما عادش عندي وقت. طيب عادة في الماضي، used to المصدر، الإجابة الصحيحة used to read. الجملة رقم 15 As soon as we arrived at school، بمجرد ما وصلنا المدرسة، the first lesson الدرس الأولاني أو الحصة الأولى بدأت. طيب نركز كده بقى مع بعض. ها في عندي حدثين، حدث اول وحدث تاني. الحدث الاول ان انا وصلت المدرسة، الحدث التاني ان الحصة بدأت. بيقول بمجرد ما وصلت المدرسة الحصة بدأت، يبقى الاختيارات هنا عند الحدث التاني، الاولاني ماضي تام والتاني ماضي بسيط، يبقى الاجابة الصحيحة began ماضي بسيط، عشان ده حدث تاني began ماضي بسيط، الماضي من began. طبعا ممكن حد يسأل يقول هو ليه ما عملهاش had arrived، يعني مش المفروض ان هو وصل للمدرسة ده حدث اول، مش المفروض انها تبقى had arrived. احنا قلنا واحنا بنشرح ان الماضي التام صح والماضي البسيط صح، الحدثين الاولاني ماضي تام او ماضي بسيط الاثنين صح، اما الحدث التاني هو اللي لازم يكون ماضي بسيط. وبالتالي لو قلت we had arrived صح، ولو قلت we arrived صح ماشي. نشوف الجملة رقم 16 بيقول I not my own computer، الكمبيوتر الخاص بي يعني، for 3 years لمدة 3 سنوات، before anything went wrong with it قبل ان يحدث به خلل. طيب هو عايز يقول انا امتلكت الكمبيوتر 3 سنين قبل ما يحصل فيه خلل، يعني قعد 3 سنين الجهاز سليم، وبعد ال3 سنين دول بدأ يحصل مشاكل. تمام. طيب عندي هنا حدثين، الحدث الاول ان هو امتلك الكمبيوتر 3 سنين، والحدث الثاني ان الكمبيوتر حصل فيه خلل. طيب الحدث الاولاني ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط، يبقى هبص في الاختيارات على الماضي التام، يبقى الاجابة هاد اللي هو سي. الجملة رقم 17 I know at the film before I read the book، بيقول انا شاهدت الفيلم قبل ما اقرأ الكتاب. طيب مشاهدة الفيلم دي حدث اول، وقراءة الكتاب ده حدث تاني، الحدث الاول ماضي تام، هدور في الاختيارات على الماضي التام. نبص كده مع بعض، لو بصينا في الاختيارات هنلاقي ماضي تام واحد بس اللي هو الاختيار سي had already seen. طبعا الاباسترفي دي اختصار لهاد، ها عشان محدش يتلخبط. نلاحظ ان الاباسترفي دي ممكن تكون اختصار لهود، وممكن تكون اختصار لهاد، يعني الاتنين صح. had already seen الاجابة سي. الجملة رقم 18 واعتقد ان احنا حليناها اثناء شرح الفيديو، بيقول what not when I called you، كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك، you sounded very busy، وناقشنا في الفيديو ان ده حدث طويل، انت كنت بتعمل ايه ساعة لما اتصلت بيك، حدث طويل يبقى ماضي مستمر، يبقى الاجابة الصحيحة where you doing. الجملة رقم 19 while she not her homework my sister was listening to music، بينما هي بتعمل الواجب اختي كانت بتسمع الموسيقى. الحدثين هنا ما قطعوش بعض، الحدثين هنا مستمرين مع بعض من غير ما يقطعوا بعض، واحنا قلنا في الشرح ان لما يكون حدثين ما قطعوش بعض يكونوا هما الاثنين ماضي مستمر، يبقى الاجابة الصحيحة was doing.
الجملة رقم 20 بيقول I not to the museum in 2015، رحت المتحف سنة 2015. طيب احنا دلوقتي في سنة 2018، يعني معنى كده ان 2015 دي ماضي، يبقى الاجابة الصحيحة ماضي بسيط. لما يكون بيتكلم عن حاجة حصلت في الماضي 2015 يبقى ده ماضي بسيط، الاجابة الصحيحة went وهي الماضي من كلمة go. الجملة رقم 21 yesterday evening، امبارح في المساء we not for our English test، كنا بنراجع انجليزي عشان الامتحان. when all the lights went out، لما كل الانوار انطفأت. طيب كنا بنذاكر الامتحان الانجليزي والنور قطع، يبقى عندي هنا حدث قاطع وحدث مقطوع. الحدث القاطع ان النور قطع، والحدث المقطوع ان هو كان بيذاكر انجليزي. يبقى الاختيارات هنا عند الحدث المقطوع اللي هو ماضي مستمر، يبقى الاجابة الصحيحة we revising. الجملة رقم 22 my mother made me a cake، ماما عملت لي كيكة. it not of lemons، يعني طعمها طعم ليمون. تمام، طيب نركز بقى كده مع بعض. هو الجملة كلها في الماضي، ها الجملة في الماضي، سرد احداث بيحكي حاجة في الماضي. ماما عملت كيكة وكان طعمها زي الليمون. طيب يبقى اختار ايه؟ ماضي بسيط سرد احداث، الاجابة tasted ماضي بسيط. ماشي، ممكن واحد يسأل طب ما في الاختيارات was testing ماضي اهو برضه، بس ماضي مستمر. هنقول ان افعال التذوق والاحساس ما بتتحطش في الاستمرار، ما ينفعش احط فيرب زي seem او taste او الافعال دي في الايه؟ في الاستمرار. وبالتالي was testing لغويا غلط، ما فيش غير اجابة واحدة بس اللي صح اللي هي ايه؟ tested. كده يا جماعة يبقى حلنا مع بعض 22 جملة. هسيب لكم بقية الصفحة دي واجب، يعني الصفحة دي كده من رقم 23 لرقم 35 واجب، دول حوالي 13 جملة هتحلوهم انتوا لوحدكم، وبعتولي اجاباتكم في التعليقات عشان اصححها لكم. واللي عايز يسأل في حاجة او في حاجة مش فاهمها يسأل، وان شاء الله هرد عليه في التعليقات، ونكمل شغلنا مع بعض ان شاء الله الحلقة الجاية. ارجو من حضراتكم زيارة موقع الرسمي english2fun.com، وانتظروا الحلقة الجاية ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتم حاجة. كان معاكم مستر احمد سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.